ये रिश्ते भी क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। जलता फलक है, जलती जमीन है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। बिलाल انت شو قصدك؟ مفكر انه انا وامي قلعناها؟ انا ما عم اتهم حدا، بس ليكي بدك الصراحه، صح انتي مرتي وبحبك، بس اهلي اهم منك. انا اسف، حاولنا نعمل كل جهدنا لحتى ننقذها، بس العمر إلك. لا لا موني سكي. لا 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 موني. انا بالسياره برا، بس تخلص مرت عمي محاضرتها الحقوني. شبو استنى بلال، انا جاي معك. خليكي قاعده هون، انا رايحه. بدك اعتذر منه يا فهمانه؟ طول عمرك رح تضلي غبيه. يلا روحي من وشي. طيب بس على القليله مشان ما تخربي لي بيتي روحي واعتذري. اهلك ما بيحبونا ابدا، بدهم اياك تصرف عليهم وبس، وانت ما عم تقتنع. والله انا ماني مضطره اصرف على امك وابوك ابدا. تروخ رزي، موني ماتت. بلا احساس. ما مجھکو جھلاؤ نا جھولا رے ما مجھکو جھلاؤ نا جھولا. رد علي موني، موني Oh.
شو وينك؟ نحن جينا على المقبرة لندفن موني. شو؟ ليش ما استنيته لحتى يجي؟ لك حتى ما خليتوني احضر جنازة اختي. اي مقبرة؟ اخي نحن دفنا موني بمقبرة العيلة. هو اللي بعت موني لهنيك. أنا مستحيل أقدر سامح. بدنا نروح لعند أبي. بلال ليش عملت هيك؟ انتو ليش عم تلوموني على هذا الشيء؟ لأنه بسببك. مو انت اخذت على مشفى المجانين؟ ولا نسيان هالشيء؟ عدنان معه حق. كل شيء كان بدك اياه كنت تاخده اجباري عن الكل. ما عم صدق لك حتى دمعة وحدة ما نزلت منك. انت شو؟ معقول ما عندك ولا ذرة احساس؟ انت السبب بموتها لانك انت يلي بعتها على مشفى المجانين كرمال انانيتك. انت ما بتعرف ليش بعتها لهني؟ ايه لانه مرتك ما كان بدها اياها تضل بالبيت. ومو مطوله لتقلعنا كلنا كمان. وانت كنت صافف معها وعاجبك هذا الوضع. بكفي عدنان خلص. ما رح اسمح لحدا يحكي كلمه عاطله على مسكان. ليش؟ لهيك دير بالك تغلط معي فهمان. ليش؟ شو بدك تعمل؟ انت ما فيك تهرب من الحقيقه. اتفضل شوف شو عملت بأبوك وأمك. كله بسببك أنت. أنا السبب؟ إيه؟ أنا السبب. وأنت شو عملت؟ أنت ما تركتهم ومشيت؟
رحت وحتى ما فكرت إنك تسأل عنهم. أنا السبب وأنت الثاني. ليش كنت ساكت؟ كنت عم تتفرج؟ ليش ما منعتني؟ كنت تضربني أو ساوي أي شيء لتوقفني؟ ما عملت شيء. بس رح أقول لك ليش ما وقفتني، لأنه كان بدك تخلص من موني أكتر مني. يلا قلي لا، احكي ليش ساكت؟ خلصنا، عم تحاكي أخوك الكبير. شو بك؟ شو يعني؟ أنا بشو غلطت؟ يمكن كون أنا السبب بموت موني، بس أنتوا الاثنين قبلتوا بهذا الشيء. كلياتكن بلشتوا تلوموني لأني غلطت، بس ما فكرتوا تمنعوني. بكفي. ما في داعي نتخانق. خلينا نروح. وشفت القبر مفتوح، حسيت رح موت وروحي رح تطلع مني قبل ما نزلها على القبر.
دفنت بنتي ورجعت على البيت كأنه ما صار شيء، ولا كأني دفنت بنتي بإيدي. ما عم بعترض على القدر، عندي إيمان كبير إنه كل شيء بيصير معنا خير ورحمة. أنا بعرف إنه ربنا بيختار لنا الخير على طول. بس لو نحن متنا قبل ما تموت بنتنا موني، تخيلي شو كان رح يصير فيها. بعرف إنه هي تعذبت كتير وقت كنا معها، شو كان رح يصير لها بعد ما نموت؟ كيف كانت رح تتحمل؟ هيك أحسن، ربنا اختار يريحها، أخذها بعيد عن هالعالم القاسي اللي ما عنده ذرة إحساس، وبعتها على مكان كله حب وهنية. هنيك ما بتحتاج حدا جنبها، ولا رح تكون خايفة من شي، لأنه ما في شي رح يأذيها. شكراً يا الله، شكراً لأنك رحمتها يا الله. ما توقعت هالشي يطلع منك انت. كنت مفكرتك غيرهم واثقت فيك، بس انت طلعت مثل باقي اخواتك وجرحتني كمان. صدقني انا ما كنت بعرف بكل هالحكي، وما بعرف كيف صار هالشي او مين عملها. عجد؟ طيب لحظة. ما مجھکو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا لا ماما أنا كتير حابب إني روح وضل عند ستي وجدي أحمد لا تكون عنيد لا ماما أنا بدي روح لعندهم أنا ما عاد بدي أعيش معكن بدي أخذ أغراضي كلها وأبقى عندهم شوفي ماما هنن هلأ صاروا لحالهم وعمتي موني هلأ ما بقى عايشة معهم أحمد هلأ تأخر الوقت الصبح بحاكي أبوك وبقله ياخدك ماشي؟ أنا بعرف بابا مستحيل يقبل إني روح عيش عندهم وبعرف كمان إنه بابا مزعوج من جدي بس أنا بدي روح وأترككم لحالكم مثل ما أنتوا رحتوا وتركتوا بيت جدي يعيشوا لحالهم لا تحكي هيك لا أنا بدي أترككم مثل ما تركتوا جدي بابا ترك أهله بعد ما كبروا لهيك أنا كمان بدي أترككم وروح أنا ما عاد بدي أعيش معكم أحمد
أحمد. بس أنا بدي روح وأترككم لحالكم مثل ما أنتوا رحتوا وتركتوا بيت جدي يعيشوا لحالهم. مثل ما أنتوا رحتوا وتركتوا بيت جدي يعيشوا لحالهم. مثل ما أنتوا رحتوا وتركتوا بيت جدي يعيشوا لحالهم. أخي ليش وقفت بوشي؟ كنت بدي ربي له بلال. شو كنت استفدت؟ خلاص ما رح يتغير الواقع. أي واقع أخي؟ إنه نحن الثلاثة كنا عم نكذب، إنه نحن ظلمنا أهلنا كثير. هدول الأهل فنوا كل حياتهم وعمرهم مشان مستقبل أولادهم، وتركناهم بكل بساطة بالوقت يلي احتاجونا فيه، درنا ظهرنا إلهم. هاد مو بس غلط بلال، نحن اشتركنا معه وقت قررنا نسكت. حتى أنا كنت أناني وقت اللي أخذت مصاري التقاعد من بعد ما تقاعد أبي. أنت شو عم تقول أخي؟ كيف؟ ليك أنا ماني مستغرب من ردة فعلك أبداً. أنا مستغرب إنه بعد كل شيء عملونا إياه نحن طلعنا هيك. أهلنا قدموا لنا كل شيء بيقدروا عليه وما بخلوا بشي، بس نحن استكترنا إنه نوقف معهم وندعمهم وقت كانوا بأمس الحاجة إلنا. خلص هلأ هذا الحكي ما منه فايدة، ما رح يتغير شيء. بس أنا ما رح أضل هيك، ما عاد بدي أتعامل مع أهلي بهذا الأسلوب أبداً. بدي روح وأعتذر منهم على كل شي عملته بحقهم وأطلب منهم إنهم يسامحوني. أنا بعرف إنهم ما رح يقدروا يسامحوني. بس بتمنى
إنه يجي يوم ويقدروا إنهم ينسوا كل أغلاطي. لأنه بعرف أمي وأبي قلبهم طيب كتير. بس نحن ما قدرنا نكون مناح مثل ما هني ربونا. نحن قلبنا كتير قاسي. بشو عم تفكر؟ اللي في شي شاغل لك بالك؟ ايه في. انا خايف من كلام خرم. رجعنا. انت مستحيل تتغير. ليش بتضل شايل هم؟ مو كل شغلة بيحكيها اخوك لازم تفكر فيها وتعمل الحساب. شو ما حكى بدك تخاف؟ شو قصدك؟ عادي، هو هلأ أكيد زعلان على اللي صار بأختك، لهيك عم بيخبص بالحكي. مستحيل، شو هالحكي؟ أنا بعرفه لأخي كتير منيح. هلأ أنت بتعرفه؟ يعني برأيك هلأ أنه صار عنده إحساس مثلاً؟ لا تنسى كل شي صار بسبب بلال وموسكان. أنا حاسة فيك وفهمانة وجعك، بس هالشي ما بيعني أنه نتحمل غلط غيرنا وتطلع براسنا. مو بس مشان موني، الموضوع صار أكبر. نحن الثلاثة غلطنا بحق أبي وأمي كتير. شوف عدنان، أنا فهماني الوضع اللي أهلك فيه ما كان لازم يصير أبداً، بس أنت ما خصك، ما عملت شي ضرهم مثل ما عملوا إخواتك، بس ما عدا موضوع هديك الكذبة. بس أنا غلطت بهاي الشغلة. إيه بعرف، بس أنت ندمت وعرفت غلطك وعم تلوم حالك. عدنان فكر، يعني أنت بلشت بشغل جديد ولازم تركز بشغلك، لهيك لا تشغل بالك بكلام أخوك ولا تتضايق. بدك تعتذر من أهلك مو؟ روح اعتذر، بس خلي أخوك يحل كل شي بالأول وأمك وأبوك يرجعوا لهون، بعدين نحن منحاكيهم ومنعتذر منهم على هديك الكذبة. صدقني هذا أحسن حل، وأنا متأكدة وقت نحاكيهم أهلك رح يسامحونا وينسوا كل شي صار. Thank you.
قدمت على شغل جديد، إذا قبلت نحن رح نترك هذا البيت ونستأجر بيت جديد. شوفي زكية، أنا هلأ حاسس فيكي. إذا بدك بتقدري تحكي مع أولادك وتشوفيهم، أنا ما رح أمنعك أبداً، بس الفكرة إنه الحكي والعتاب ما عاد يفيدونا بشي. بس نحنا لازم نبلش حياة جديدة سوا ونكفي حياتنا لحالنا، وما رح نحتاج لحدا. ممكن أسألك سؤال؟ شو عمل عدنان؟ زكية، أنا قلتلك من قبل إن أولادك تغيروا مع الزمن، رح تنزعجي إذا عرفتي. عدنان كذب علينا، هو ما راح على دبي. بلاهور، أنا رحت على بيته. وكمان عم يشتغل بالعقارات مع رفيقه. هو كان مفكر إنه رح نمنعه من الروحة، و إنه بعد ما أعطيته كل مصاري التقاعد رح روح وأطلب منه يصرف علينا مقابل هالشي هاد. يا ريت قدرنا نمنعه. ايه روشنا، كيفك؟ منيحة. قولي لي وين امي؟ صار لي شوي عم دقلها وما عم ترد علي. قلي انت ليش كذبت علينا؟ كذبت عليكم؟ كذبت شو؟ كذبت انك رحت على لاهور لحتى تشتغل. ليش كذبت علينا وقلت انك رحت على دبي؟ مين قال لك هذا الحكي؟ بابا كان عم يقول لماما وأنا سمعته، بس ما توقعت إنه هالشي يطلع منك أنت. كنت مفكرتك غيرهم ووثقت فيك، بس أنت طلعت مثل باقي إخواتك وجرحتني. أنت جرحتني كتير، ما عم بقدر صدق هالشي. ألو روشنا، أنت
أنا كتير مبسوطة بالكلام اللي قلته وإنك اكتشفت غلطك بعد اللي صار. بس ادعي إنه أمي وأبي يقدروا يسامحوني هلأ ويقتنعوا يجوا معي. إن شاء الله يسامحوك. بس كنت عم فكر إذا بتاخدنا أنا والولاد معك. لا، أنا حابب كون لحالي وقت أحكي معهم. ما بدي بين إنه أنتي والولاد اللي جبرتوني وأقنعتوني روحوا أعتذر منهم. طيب مثل ما بدك. طيب لكان أنا رح روح على المكتب وأنتي جهزي غرفة أمي وأبي وروشنا منشان نجيبهم. ماشي. إن شاء الله اليوم المساء رح يكونوا عنا هون. طيب. سلام. صباح الخير استاذ. صباح النور استاذ. المدير طالبك على مكتبه. خير؟ كأنه جاي بكير. ما بعرف بس شكله كتير معصب. بتحب اطلب لك قهوة لهونيك؟ لا، رح اشربها هون بس لشوف شو بده. ممكن ادخل؟ ايه تفضل. صباح الخير استاذ. قال طالبني. اللي شو هذا التخبيص؟ انا يا خرم رفعتك لمنصب مساعد المدير واعطيتك ميزات غير كل الموظفين اللي عندي لحتى تجي تخبص وتخرب لي شغلي مع هالشركه. اسف استاذ، انا ما فهمت. لا تتزاكى كتير خرم. شوف هاي، راها منيح. هاي الشكاوي اللي قدامك وصلتني من الكمبيوترات اللي بعتهم هلا. اجانا كتير شكاوي عليهم، والمشكلة إنه كلهم نفس الغلط، كلها بالقرص الصلب. أنا خليت كل الأنظمة تكون تحت إشرافي لما استلمتهم، والشكاوي هاي متحصبة بالرفض. إنه هذا القرص الصلب فيه مشاكل كتير قدروا يكتشفوها لأنه مو أصلي. شو؟ الشركة خسرت كتير بسببك أنت. أستاذ صدقني أنا ما كنت بعرف بكل هالحكي، وما بعرف كيف صار هالشي أو مين عاملها. ها عن جد؟ إيه. طيب لحظة. ايه استاذ. بعتي لي شاهد ويونس لعندي. حاضر استاذ. رح نعرف كل شيء. ايه اكيد استاذ. ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا